كلامك كان رئيس الاتحاد اخو رئيس نادي هو الزمالك، ده اللي احنا عايزين، مسؤوليه رئيس الاتحاد اذا كان له ميول مختلفه او واضحه. عايزين نتكلم عن الاستاذ عمرو الجنايني اللي طبعا تم اختيار مجلس معين لاتحاد الكره، تم ترشيح فيه عدد من الشخصيات. طبعا الاستاذ عمرو الجنايني على راس المنظومه دي. حابين نقول حاجه، احنا هنا في النادي الاهلي وتعلمنا من اللي قبلنا، اكيد ما بنتعاملش مع حد قبل ما نشوف النتائج اللي هو عملها او انجزها، ولكن برضو حابين نرصد مخاوفنا المشروعة جدا يا جماعة. احنا بنتكلم في مخاوف مشروعة، احنا بنتكلم ان في فرق بين الشخصية المنتخبة والشخصية المعينة. الشخصيات اللي بتيجي بالانتخاب قد يأتي على رأس منظومة الاتحاد يا أحمد شخصية أنت قد يكون لك اختلاف معاها، ولكن يا أحمد هي منتخبة، ما ينفعش نصادر على حق الجمعيات العمومية في اختيار الأشخاص اللي بتمثلها. ولكن الفرق هنا أن أستاذ عمرو الجنايني جاء بالتعيين، وفي يا جماعة قاعدة واضحة في كل الدنيا وفي كل دول العالم، الشخصية التي تأتي بالتعيين غالبا ما تكون شخصية توافقية، يعني بيكون بشكل كبير عليها قدر كبير من الإجماع، مواقفها في نوع من أنواع القبول ليها، ولكن المرة دي الوضع مختلف، وعشان كده لنا مخاوف مشروعة، وعشان كده في حاجات لازم نرصدها، لأن ما عندناش أي مشكلة أنك تكون منتمي، ما عندناش مشكلة حتى أنك قد تكون لك ميول تعصبية، دي حرية شخصية، ولكن أن أنت تنتقل بالخلفية دي لموضع المسؤولية يا أحمد يستدعي المراقبة والتخوف، وان احنا نحط مخاوفنا كلها ونبدا نرصد الوضع هيكون عامل ازاي. بالتاكيد، لان دي مقدمات، واحنا شفنا الاستاذ عمرو الجنايني طبعا تويتات وستات كتير جدا بيتكلم فيها سخريه وابو خمسه وحاجات من هذا القبيل، فلازم هنا اخاف. وانا عايز اعقب على كلمه فارس، عشان بعض الناس بيقارن بيقول طب ما كان في احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد. لا، احنا نائب رئيس الاتحاد الكابتن احمد شوبير، حتى لو هو منتمي للنادي الاهلي، حتى لو متعصب للنادي الاهلي، فهو في النهايه جاي بقرار لجنه عموميه. اما الاستاذ عمرو الجنايني جاي بتعيين. والحقيقه انا مش عارف ليه، طب ما كان في شخصيات ممكن كتير جدا على راسهم الاستاذ شريف حبيب، المهندس شريف حبيب له نجاحات كبيره جدا في المقاولين العرب، لكن تم اختيار الاستاذ عمرو الجنايني. خلاص احنا هنوقف على الاستاذ عمرو الجنايني، خلاص الموضوع انتهى، نتمنى له التوفيق، ما عندناش خلاف ابدا معاه هو كشخص، بنستنى قراراته، ولكن الفكره كلها ان احنا لازم نكون عندنا مخاوف مشروعة. مخاوف على فكرة بالزبط. ومخاوف مشروعة دي تساعدنا يا جماعة في ان احنا نرصد المرحلة الجاية ونكون اكثر حذرا، وبرضه تحمل المسؤول مسؤولياته، وان هو لازم يكون تجاه كل الاندية. بالعكس كمان هو في حاجة تدفعه ان هو يبادر ان هو يزيل اي سوء تفاهم او ظن سيء، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان ده يحصل باذن الله. وبخصوص بس عشان الناس برضو ممكن تقول لك طب ما انت عندك محمد فضل في اللجنه دي، احنا طبعا كابتن محمد فضل ما فيش حد رصد ليه اي سخريه او اي تجاوز او اي تناول حتى للخصم، فاعتقد الفرق واضح جدا بين منتمي بهدوء وبين منتمي بتعصب، ما عندناش اي مشكله مع الانتماءات، وده اللي ولا حتى التعصب زي ما قلنا، لكن كل تعصب له ضريبه، انت ممكن تكون انت متعصب بالظبط، كل تعصب له ضريبه، فتشتغل في ناديك او تكون عضو مجلس اداره في ناديك، زي ما الاستاذ عمرو الجنايني كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك من 2006 ل 2013، خلاص امر يخصه وخلاص منتمي ناديك، لكن خلاص بما انه قرار من الوزير خلاص احنا النادي الاهلي علينا ان ننتظر ونرى، ولكن زي ما قال فارس في مخاوف مشروع عشان ناخد بالنا وهنبص على كل قرار نلتزم في الحياد، ومش عايزين غير العدل. اللي الاستاذ خالد او الكابتن خالد الغندور دايما بيتكلم في فكره ان الزملكاوي دايما هو العادل، لان طبعا في قرار طلع رسميا اتحاد الكره برئاسه عمرو الجنايني يقرر تطبيق تقنيه الفيديو بدءا من الموسم الجديد، عشان تعرفوا الزملكاويه بيبحثوا عن العداله. والله لو انت هتاخد يا كابتن خالد فكره تطبيق الفار ان الزملكاويه هم اللي بيبحثوا عن عداله، النادي الاهلي فارس اعتقد خطابات رسميه، ويمكن هو النادي الوحيد اللي بيبعت خطابات رسميه للاتحاد كره القدم يؤكد حرصه على استخدام تقنيه الفار، لان النادي الاهلي هو المتضرر دايما من الاخطاء التحكيميه، وشفنا على راسها خروج من كاس مصر اخر يوم السبت اللي فات. لكن يا كابتن خالد لو انت بتتكلم عن عدل، انا عايز اقول لك انت ما بصيتش في التاريخ كويس، لان انا ممكن اجيب رموز لحضرتك كانوا زملكاويه ومسؤولين وما كانش موجود عدل للاسف على الساحه، منهم محمد حيدر باشا في واقعه شهيره جدا 1928، محمد جمال البرنس بيعمل وقع مع منتخب مصر اللي راجع من الاولمبياد وبنطرد من الفندق في جنيف، فبيتم او يتم قرار من اتحاد الكره بعقوبته وايقافه، يتدخل محمد حيدر باشا هو وكيل الاتحاد
ويصر على تأجيل دوري القاهرة إلى أن يترفع الإيقاف عن محمد جمال باريس أو لا يتم إيقافه ويحصل انقسام وانشقاق في اتحاد كرة القدم المصري من أجل لاعب واحد عمل سلوك لابد من عقابه. والرئيس نادي الزمالك وكيل الاتحاد محمد حيدر باشا رفض عقوبته. لو جينا قارنا في الفترة دي بجعفر ولي باشا رئيس النادي الأهلي كان في الوقت ده تحديدا إيقاف حسين حجازي بعد رفضه استلام ميدالية المركز الثاني، عشان بس وده 1928 يا جماعة عشان نوضح. إيقاف من مين؟ من رئيس النادي. من رئيس النادي ده داخلي اللي هو رئيس الاتحاد بالظبط، رئيس طبعًا. الاتحاد لا، وكمان اتبعت للاتحاد ان هو يلعب في الاولمبياد رفضه. هو رفض بشكل قاطع جدا فكره طالما خرجت عن الاخلاق والتربيه والاخلاق الرياضيه عقوبه. ده حصل في سنه 28 اللي هي البدايات، وده بيوضح لك النادي بتاعنا بادئ من اساسه ومن اوله على ايه. ده مش كده وبس، ده كمان رمز اخر الكابتن محمد حسن حلمي طبعا كلهم ربنا يرحمهم جميعا تسبب في الغاء دوري موسم 1954-55 وهو حامل رايه، كان حامل رايه وسكرتير لجنه الدوري، مباراه شهيره بين الاهلي والترام ولا كان حكم منها فارس زملكاوي برضه حسين امام عم الكابتن حماده امام. المباراه انتهت 3-1، حصل طرد اللاعب ترام توني، وكان في الاستاذ محمد الكابتن محمد حسن حلمي مصر على طرد طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي، رفض حسين امام واصر على طرد توني فقط لا غير. يقوم يروح الكابتن محمد حسن حلمي سكرتير لجنه الدوري بتقرير من حامل الرايه ضد تقرير حكم المباراه اللي هو حسين امام عشان يقرر لجنه الدوري اعاده المباراه في طنطا. طبعا النادي الاهلي وقتها غضب شديد وقرر الانسحاب من الدوري. كان قرارات اللجنه اعاده المباراه مش بس اعاده المباراه في طنطا، لا، ايقاف توني وايقاف طلعت عبد الحميد لاعب الاهلي مباراتين واللعب في طنطا بدون جمهور. النادي الاهلي اعلن انسحابه، فطلعت الشكوى للاتحاد كره القدم، موقف صعب جدا ان الاهلي بينسحب، فاتحاد كره القدم قرر ان هو يبطل قرارات لجنه الدوري ويقرر اعتماد نتيجه النادي الاهلي والترام 3-1 بس برضه ايقاف طلعت حميد. رفض النادي الاهلي ايقاف طلعت عبد الحميد، النادي الاهلي كان فاضل له مباراتين، يفوز مباراه ويتعادل مباراه ياخد الدوري، اصر على موقفه، فتم تجميد نشاط النادي الاهلي. وكمان اتحاد الكره بعت للاعيبه النادي الاهلي يسرحوا اللعيبه، الا ان لعيبه النادي الاهلي يا فارس الوقت ده رفضت تماما. ده كابتن محمد حسن حلمي، ومن كابتن محمد حسن حلمي الكابتن محمد لطيف في دوري 82 ترأس اتحاد الكره فقط 3 شهور، حصل فيه كوارث. مباراه الزمالك والاتحاد تخلص تعادل باشراك 2 لعيبه كانوا موقوفين، تكرر لجنه الدوري احتساب فوز الاتحاد يقيلها الكابتن محمد لطيف، وحاجات كتير قوي يا كابتن خالد. لو اتكلمنا على العداله مش هنخلص، وقت الحلقه مش هيكفينا يا فارس. انا بس احنا بنحترم كل الناس، لكن لما الناس تتكلم بقى عن فكره المسؤول الزمالكاوي ولازم عادل، لا، لازم نوضح حاجات حصلت في التاريخ. بعض الجزئيات، واحنا اتكلمنا ان كل حلقه ممكن نتناول حاجه زي دي عشان احنا بقى نستلهم ده ونروح لحاجه بيتم الادعاء على النادي الاهلي بيها، وقلنا نستغل النهارده الحلقه ان احنا نوضحها. بالظبط يا جماعه، المحكمه الرياضيه كان بيتقال يا احمد بما انك انت بتتكلم